أن هذه الحكومة ما جايبة حتى شي حاجة جديدة، بل هناك تراجع، وبالتالي هناك يعني هذا الحوار اللي قدمته اللي فيه تراجع على الحقوق، سواء منها اللي تم الاتفاق عليها في اتفاق 26 من السنة الماضية كتوحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمال الزراعيين وباقي العمال في القطاعات الأخرى، أو تعميم 600 درهم اللي كانت زادت هذه الحقوق اللي أو بعض المكتسبات اللي تحققت السنة الماضية كانت نتيجة. وهذه المسألة دائما خصنا نستحضروها للنضالات والحراك الاجتماعي المغربي اللي قادته حركة 20 فبراير المجيدة، اللي كان أكد يعني كان أكد بقوة استمرارنا في دعمها ومساندتها. العدالة الاجتماعية مبروك علينا 20 فبراير مازال مازال، مبروك علينا 20 فبراير مازال مازال، مبروك علينا 20 فبراير مازال مازال، مبروك علينا 20 فبراير مازال مازال. الشحات. إذن جوابنا أيتها الأخوات أيها الإخوة في الاتحاد المغربي للشغل من خلال الاتحاد النقابي للموظفين، الإطار الشرعي والموحد لكل الموظفات والموظفين في القطاعات الوزارية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، هذا الإطار اللي ما يمكن حتى شي حد باش يمسه أو يقرب له، لأنه كيجمع كل الموظفين والموظفات كيحس بهمومها، وكذلك كيناضل من أجل إنصافها ومن أجل يعني تحقيق المطالب المسطرة ديالها. إذا الاتحاد النقابي للموظفين يرد على الحكومة بالإعلان عن إضراب وطني يوم 3 ماي، فدعوتنا للجميع كل الموظفات والموظفين في كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية لإنجاح هذا الإضراب بشكل قوي وحماسي، لأننا نعتبر أنه الرد الوحيد على ما يسمى بالحوار الاجتماعي اللي كيعرف تراجع الإضراب.